يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن مؤتمر الرياض منصر ماخوس إن وفد المعارضة المفاوض سيصل مساء اليوم إلى جنيف للمشاركة في محادثات جنيف، وأضاف أن الوفد مؤلف من 17 شخصا ويضم رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب ورئيس فريق التفاوض أسعد الزعبي. وكانت الهيئة العليا للمعارضة السورية أعلنت موافقتها على حضور مفاوضات جنيف بعد تلقيها تعهدات أمريكية بوقف القصف وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة وتطمينات تتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وقالت الهيئة في بيان إن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أجرى اتصالا مع منسقها العام رياض حجاب وتعهد بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن 2254 وخصوصا لفقرتيه المتعلقتين بوقف القصف وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. وأشار البيان إلى أن ذهاب الوفد إلى جنيف هو بادرة حسن نية في انتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، مؤكدا أنه لن يكون هناك دخول في أي مفاوضات قبل إنجاز الالتزامات الإنسانية، بينما رحبت واشنطن والرياض بقرار المشاركة في المفاوضات. في غضون ذلك قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إن وقف إطلاق النار في سوريا هي القضية التي يتم بحثها الآن، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى التفاوض مع الطرفين. وجاءت تصريحات دي مستورا عقب جلسة محادثات أولية جمعته أمس بوفد النظام المؤلف من 16 عضوا برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.